السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في موقع منهاجي التعليمي لتعليم مادة اللغة الإنجليزية الصف الثالث الابتدائي. اليوم سنبدأ أو الآن سنبدأ في الدرس الرابع من دروس اللغة الإنجليزية، درس كتاب الصفحة 18. طبعا أخذنا بالدرس السابق الأرقام واستمعنا إلى عدة مقاطع صوتية. اليوم سنكمل أيضا درس فيما يتعلق في الأرقام وكتابتها. طبعا هنا لدينا الصفحة 18. Tick can say the correct numbers. هنا علم وقل الأرقام الصحيحة. شير وعلم وقل الأرقام الصحيحة. هنا لدينا 12، الرقم 12. سنختار هنا إما 12 أو 20. إذا نضع إشارة صح هنا، نضع إشارة صح هنا true، نضع إشارة true هنا. This number is، شو اسم هذا الرقم English؟ ما اسمه؟ 18، الرقم 18. 15، الخامس عشر. What is the meaning of 15؟ الرقم الخامس عشر هنا 15، نضع إشارة هنا الإجابة الصحيحة. 17، إذا 17 هو الرقم السابع عشر، 17 هنا وليس 19، نضع إشارة هنا في هذا المربع. هذا الرقم، الرقم الثالث عشر 13، هنا الاختيارات 3، 3، 13، يعني أما 3 أو 13، طبعا الرقم هو الثالث عشر. نضع ماذا؟ نضع صح بجانب 13. 20، هنا 20، نضع إشارة صح في جانب 20. 16، هنا الرقم السادس عشر، نضع إشارة صح بجانب 16. إذا هنا نضع 16. هذا الرقم 19، التاسع عشر، نضع هنا إشارة صح. 11، الحادي عشر، نضع هنا إشارة صح. 14، 14، نضع هنا إشارة صح. 14، هنا 15 تعني 15، أما هنا 14، فإذا هذا هو الرقم الصحيح. يس، ننتقل إلى الرقم الذي يليه. 10، 10، 10، إذا نضع إشارة صح هنا بجانب 10 في هذا المربع. The last one، الأخيرة 2، 2، نضع هنا إشارة صح 2، صح، لأن هنا 2 هنا 6، هل هذا الرقم هو 6؟ لا، هو 2، 2. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من هذا التمرين. طبعا هنا لدينا أغنية عن الأرقام بشكل تنازلي من 20 إلى 1. هنا يقول listen to the chant and say، أصغي إلى الترنيمة وقل. Let's count down from 20، دعنا نعد إلى للأسفل من 20، من أسفل 20. Are you ready؟ هل أنت جاهز؟ 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4،
3 2 1 الآن سنستمع إلى الأغنية. Listening نستمع. 1.9 Let's sing. Listen to the chant and say. Page 18. Let's count down from 20. Are you ready? 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. نعم استمعنا إلى الأغنية. هنا في الأغنية أشرت لكم ماذا ذكر طبعا. من هنا قد بدأ بعد الأرقام من 20 إلى 1. أتمنى من الطلاب ممارسة هكذا نشاطات في المنزل. يبدأ بعد الأرقام من 1 إلى 20 ويبدأ بها أيضا بالعكس ليصل إلى الواحد. The next page, find and say. هنا لدينا كلمات متقاطعة. Find and say. أوجد وقل the correct numbers. أوجد وقل الأرقام الصحيحة. لدينا هنا في أسفل هذه القائمة لدينا هنا number 13, 20, 16, 12, and 18, and we have as well 15. ونبدأ من الرقم 13 هو 13. 13 سنبحث هنا عن الرقم 13. طبعا هنا في الخط الأحمر. في هنا في المستطيل الأحمر 13. 13. 20. 20 20 هذه هي 20 هنا. إذن نضع دائرة هنا حول 20 حرف W E N T Y 20. 16 أين هي 16؟ طبعا في البداية قبل ما تبدأوا بالحل أرجو من الجميع المحاولة بتركيز وجهد عالي على إيجاد الإجابة. لا تأخذوها فورا هذا الحل من هنا وأنا، لكن هي عبارة عن عملية مساعدة لكم لا أكثر ولا أقل لكي تستفيدوا أكثر. 16 إذا number 3 قلنا. أين هي 16؟ ابحثوا عنها جيدا. نعم أين هي 16؟ هي إذا هنا 16. 16 نضع دائرة هنا تبدأ بحرف الإس وتنتهي بحرف الإن. 16 نضع دائرة إلى حرف الإن. طبعا هذا الخط مكتوب على عجلة. هنا 16 إلى الحرف إن. 12 الثاني عشر. أين هي 12؟ إذن هنا هذه هي تبدأ في حرف التي وتنتهي في حرف الإي. نضع هنا دائرة حول 12 الثاني عشر. لدينا أيضا next one 18 ماذا؟ الثامن عشر.
هذه هنا تبدأ بحرف الإي وتنتهي في حرف الإن. 18 نضع دائرة حول 18. إذن هنا الثامن عشر في هذا المكان. From E to N. The last one 15 آخر واحد. 15 أين يا 15؟ هذه هي 15 تبدأ بحرف الإف وتنتهي بحرف الإن. نضع دائرة حولها. طبعا أعيد وأكرر، أرجو المحاولة قبل أن تبدأوا بالحل. هنا انتهت الصفحة التاسعة عشر، سننتقل إلى صفحة أخرى أيضا، كون الأسئلة هنا سهلة جدا ولا تحتاج إلى جهد عالي. طبعا هنا لدينا نص سماعي أيضا. Listen and repeat. أصغي وأعد. Let's learn. Let's learn. دعنا نتعلم. Number one. Hi. هنا محادثي Aja وذمير. Hi. I'm Aja. Hi. I'm Aja. اسمي أيجا. Hello. Hello. My name is Damir. My name is Damir. اسمي Damir. How old are you? How old are you? كم عمرك؟ I'm 9 years old. I'm 9 years old. عمري 9 سنوات. عمري 9 سنوات. هنا Hi, I'm Defna. Hi, I'm Defna. اسمي Defna. Hello, I'm Mert. Nice to meet you. أنا Mert. اسمي Mert. Nice to meet you. سررت بلقائك. هنا سنبدأ في المقطع السماعي. أرجو من الجميع أن يضع إصبعه في بداية هذه الجملة لكي يكمل مع المقطع الصوتي. Listening 1.10. Let's learn. Listen and repeat. Page 20. صفحة 20. Dialogue 1. Hi, I'm Edja. Hello, my name is Demir. How old are you? I'm 9 years old. Dialogue 2. الحوار الثاني. Hi, I'm Defna. Hello, I'm Mert. Nice to meet you. نعم، هذا هو المقطع الصوتي. سنعيد ونقرأها مرة أخرى لكي نعتاد على القراءة بشكل جيد وصحيح. Listen and repeat. أصغي وأعد. Hi, I'm Aja. اسمي Aja. Hello, my name is Damir. اسمي Damir. Hello, my name is Damir. How old are you? How old are you? كم عمرك؟ إذا تريد أن تسأل شخص ما عن عمره تسأله How old are you? كم عمرك؟ شو لازم يكون الجواب؟ مثلا عمري 10 سنوات. I am 10 years old. هنا ماذا جواب هنا دمير؟ ماذا قال لها؟ I'm 9 years old. عمري 9 سنوات. عمري 9 سنوات. هنا Hi, I'm Defna. عمري أو اسمي دفنة. Hello, مرحبا بجاوبها. I'm Mert. أنا اسمي مير. Nice to meet you. سررت بلقائك. هنا سررت بلقائك نوع من greetings التحيات، لأننا ما زلنا في وحدة التحيات. Greetings. Greetings تعني تحيات. Nice to meet you. هنا سررت
بلقائك، يعني نوع من أنواع الترحيب والسرور. نعم، إلى هنا الصفحة 20 page 20 we can finish، نكتفي في هذا القدر من الدرس. نلقاكم في الدرس القادم. دمتم في أمان الله.